كنت سمعت حضرتك فتوى من حضرتك، كان في واحد بيسأل حضرتك هل يجوز ان هو يتزوج من واحدة والدها شغال في بنك، فحضرتك قلت له يجوز ولا تزر وازرة وزر اخرى. طيب فكنت بسأل حضرتك هو طيب هل يجوز ان انا في الجهاز ان هو يجهز مثلا بغرفة او اتنين زي العادي، يعني هل يقبل منه ذلك؟ ده سؤال. وهل لو انا اتجوزت البنت والدها شغال في بنك، لما اروح عندهم ان انا اكل واشرب واتغدى، ده برضو الاكل عندهم والكلام ده يجوز ولا لا؟ وهل لما هو يتوفى بنته ترث منه عادي، ولا في اي حاجة في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمدرسة عبد الله بن مسعود ترى جواز كل ذلك ما لم تقره على صنيعه. ومن الاستدلالات لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا حتى من الكفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فقبلها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المقوقس ملك مصر، وقبل هدية من ملك أيله بغلة وكان كافرا، وأن صارت عليه السلام قبلت هدية من الجبار، قبلت هدية من الجبار وهدتها للخليل وهي هاجر عليها السلام. هذه حجج القائلين بالجواز. وقد روي عن ابن مسعود من إسناد بإسناد من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه، لكنه رأي إبراهيم النخعي نفسه أيضا لنا حلاوته، عليه إثم ما لم نقره على ذلك. فهذه وجهة المجوزين، والله تعالى وبالنسبة للمراس فضيلة حضرتك كل، وقلت لك كل ما ذكر